السلام عليكم ورحمة الله. في الله فيديو هذه راح نديرو ان اكزرس خلاف على لي فونكسيون على لي طابلو او ميم طون. راح نشوفو مع بعضنا كيف ما نخدمو اون فونكسيون اللي تحسب لنا الانترسيكسيون تاع دو طابلو. وشي الانترسيكسيون؟ هي التقاطع. دونك لما يكونوا عندنا زوج مجموعات فيهم اعداد ونحبوا نحسبوا التقاطع تاعهم واش نقصدو حابين نرجعوا مجموعه خلاف اللي فيها العناصر المشتركه ما بين زوج مجموعات هذوما. مثلا لو كان نحسبوا التقاطع تاع الطابلو ا اي بي راح نلقاو فيه الاعداد 7 3 برك وتسعة، سبعة ثلاثة وتسعة. ما يهمناش الترتيب بيان سور باسكو في لي زونسومبل ما يهمش الترتيب. نفس الشيء لو كان نحسبوا التقاطع مثلا تاع البي و سي نشوفوا العناصر المشتركه ما بين البي و سي. دونك لا بروميير فيرسيون تاع لا فونكسيون تاع راح تدي دو بارامتر برك بدلها. دونك نقدر نحسب بها الانترسيكسيون تاع ا و بي ولا الانترسيكسيون تاع بي و سي ولا الانترسيكسيون تاع ا و سي كيما نحب. اي بار لا سويت نقدر نعدلها باش نقلبها تاكسيبتي ان نومبر انفيني دو بارامتر ولا ان نومبر نقدر نبدلها لي بارامتر قد ما نحب انا. كوم دابيتود لما ندير دي زيكزارسيس كيما هك اولا جو دوا اكسبليكي برك بلي في لا سيري هذه لما ندير دي زيكزارسيس لوبجيكتيف تاعي سي با لالغوريتميك يا جماعه. لوبجيكتيف تاعي سي با اني نشرح كيف ما ندير وش هو الالغوريتم اللي خليني ندير الانترسيكسيون تاع دو طابلو. الهدف تاعي هو اني نشرح كيف ما نستخدم لي فونكسيون لي طابلو في الجافا سكريبت. اللي حاب يتعلم الالغوريتميك كاين لا سيري تاع الالغوريتميك كاين لا سيري تاع السي تاني اللي ركزت فيهم بوكو بلوس على الالغوريتميك على مفهوم الخوارزميات بعد. تاني شيء توجور لما نخدم دي زيكزارسيس كيما هكا جو فوز انفيت يعني انكم تحاولوا ديروا بوز لا فيديو وتحاولوا ديروا لا سوليوشن وحدكم قبل ما تجيو تشوفوا لا سوليوشن تاعي انا. دونك نغلق القوس ونرجع دوك نخدم لا سوليوشن تاعي. دونك باش نحسب الانترسيكسيون تاع دو زونسومبل تاع دو طابلو في الحاله هذه واش راح ندير؟ با عندي دو زابروش بوسيبل. سواء نينيسياليزي مثلا حاب نحسب الانترسيكسيون تاع او بي نقدر نينيسياليزي ان طابلو فيد ابري بور شاك اليمون في او نشوفوا الا كان ينتمي لبي نزيدو في الطابلو هذا. دونك عندي 9 تنتمي عندي 7 تنتمي عندي 3 تنتمي 0 ما ينتميش ما نزيدوش 6 لا تنتمي ما نزيدهاش 5 كيف كيف 8 كيف كيف. دونك عنصر ينتمي نزيدو في الطابلو تاع النتيجه لا ينتمي ما نزيدوش. لابروش الثانيه العكس نحكم ال او مثلا نكوبيه دون ان طابلو خلاف ابري نقول اشاك فوا نلقى ان اليمون هنا لا ينتمي للطابلو بي نسوبريميه. دونك عندي 9 ينتمي نخليه 7 ينتمي نخليه 3 كيف كيف ينتمي نخليه لي زوتر كل واحد فيهم نلقاه لا ينتمي نسوبريميه. هذا واش راح تقعد لي نتيجه. دونك في الانترسيكسيون تاع دو طابلو برك راح نخدم بالابروش الاولى صادير نبدا بان طابلو فيد وابري نمشي ونعمرو. ابري لما نديرو ان نومبر دو بارامتر نون ديتيرمين راح نخدم بالابروش الثانيه خير باسكو هذيك اللي تساعد. دونك نبدا راح نينيسياليزي اولا ان طابلو فيد. دونك نقول مثلا لات طابلو نقدر نديك لايف كونست مي نحط لات نورمال ريزولتا ايغال ان طابلو فيد ابرين باركوري كيما قلنا الاكس ومن بعد كل عنصر في اكس نشوفو لو ينتمي لايكراك. نقول فور اوف راح نباركوري العناصر تاع اكس نقول فور اوف كل اليمون ينتمي لاكس. دروك كيف ما نشوفو ينتمي لايكراك ولا لا حكينا قبل على فونكسيون اندكس اوف ولا لا ميثود اندكس اوف. دونك اكراك index of فهمت الشبيه مش حاب يكتب index تكتب نورمال بالك ما بالوش بلي يكراك بلي طابلو برك. اوكي دونك على ما راح نحوس في يكراك على لي ليمون هذا باسكو هادو هما العناصر تاع اكس راح نلقاهم في لا فاريابل اليمون index of اليمون اندكس اوف كي حكينا عليها قبل واش قلنا لو العنصر هذا ينتمي للطابلو ايكراك في الحاله هذه راح ترجع لي لانديس تاعو. ما يهمنيش درك البريمي ولا لو ديرني المهم لا كان عنده انديس راح ينتمي للطابلو ايكراك. لو يكون ما ينتميش راح ترجع لي القيمه ناقص واحد. دونك راح نقول اف لانديس تاع اللي مو في ايكراك يختلف ولا بلوتو يساوي يختلف عن ناقص واحد يختلف عن ناقص واحد يختلف عن ناقص واحد في الحالة دي واش راح ندير؟ راح نقول في الريزولتا بوش لليمو هذا. دونك راح ناجوتي لليمو هذا للريزولتا تاع اللي راح نرجعو لو
العنصر هذا اللي هزيته من اكس لقيته ينتمي لاي، راك نزيدو في الريزولتا. سينو ما ندير والو، ما نزيدوش في الريزولتا وخلاص. في لافان درك واش عندي الريزولتا تاعي فيه جميع العناصر تاع اكس بشرط انهم يكونوا ينتميو لايكراك. لو يكونوا ما ينتميوش لايكراك مش راح نزيدها. دونك ندير ريتورن ريزولتا. دونك نقدر نحي الحاضنات هذوما بيان سور، باسكو كي تعود كاين انستركسيون حتى ما يهموش الحاضنات هذوما. نجرب دونك ندير كونسول بوان لوغ انترسيكسيون ا اي بي، واش راح يمد لي كنتيجه 9 7 3. دوك الا مع سي واش راح تمد لي؟ المفروض 9 ما تمدش، 7 3 لا 0. دونك 7 0 6 5 8. الا مع سي 7 0 6 5 8. نزيد نجرب البي مع سي، دونك واش تمد لي؟ 4 واحد لا، ثلاثة لا، تمدلي ربعة سبعة اثنين. دونك البي مع السي راح تمدلي ربعة سبعة اثنين. نقدر نعكس بيان سور، راح تمدلي نفس النتيجة، ممكن العناصر ميكونوش بنفس الترتيب برك، راح يكون ربعة سبعة اثنين اثنين ربعة سبعة. الترتيب يتبدل برك باسكو راح يبدا يفيريفي من السي، يعني مش حيبدا يفيريفي من البي. دونك غادي باش نحسب الانترسيكسيون تاع دو طابلو. لو كان حاب نحسب الانترسيكسيون تاع لي طابلو في 3، المفروض تمد لي 7 باسكو كاين غير 7 اللي ينتمي لهم في 3. الانترسيكسيون تاع لي زونسومبل ولا هنا قاعد نمثلو فيهم دي طابلو، تقدر تكون كوميوتاتيف، صادير الانترسيكسيون تاع 3 زونسومبل نقدر نحسب الانترسيكسيون تاع 2 زونسومبل الاولى، ومن بعد النتيجه ندير لها الانترسيكسيون مع لونسومبل الثالث. صادير نقدر نحسب الانترسيكسيون تاع ا و سي مثلا، والنتيجه ندير لها انترسيكسيون مع ندير لها انترسيكسيون تاع ا و بي مثلا باردون، النتيجه ندير لها انترسيكسيون مع مع السي. انترسيكسيون تاع انترسيكسيون تاع ا و بي مع السي و نيكزيكوتي، راح تمد لي النتيجه. مي مش نحب نخدمها بالطريقه هذه انا، باسكو من بعد لو كان يكون عندي 4 والله لو كان يكون عندي 5. دونك راح نحاول نقلب لا فونكسيون تاعي هذه تاكسيبتي تاكسيبتي نيمبورت كال نومبر دارغيوم، نمدلها لي طابلو قد ما نحب انا وهي تحسب لي الانترسيكسيون تاعها. دونك كيما شفنا درك قبل، باش نرجعوا لا فونكسيون تاعنا تاكسيبتي ان نومبر ان ديتيرميني دارغيومون، صادير نقدروا نمدلها دي طابلو قد ما نحبوا احنا وتحسب لنا الانترسيكسيون تاعها، نقدروا نستخدموا لوبيراتور لي بارامتر دو راست كيما نقولوا. دونك ندير 3 بوان ونقول مثلا هنايا نحط زاد. دونك لهنا بالطريقه هذه لازمني على الاقل دو طابلو بلوس دي طابلو كي سون اوبسيون، بلوس دي بارامتر خلاف كي سون اوبسيونال. كوم نقدر نرجع لي بارامتر كل اوبسيونال، صدق نقول مثلا لو في لابيل تاع الفونكسيون ما نمد حتى بارامتر، صدير نقدر جوست نرجع نقدر جوست نرجع عن طابلو فيد مثلا. حاب ندير انترسيكسيون مديت حتى طابلو، النتيجه راح تكون عن طابلو فيد. في الحالة هذه برك لازمني نبدل الالغوريتم، لازمني باسكو الالغوريتم هذا اللي خدمت به دركا نبدا بان طابلو فيد ونمشي ونزيد فيه، جو نبو با باسي على ليشال، نقدر نخدم به مع دو طابلو، مي لما يجي تروازيام طابلو لازمني نزيد نبدا بطابلو خلاف فيد ونبدا نزيد فيه من جديد، كاتريام نزيد نبدا بطابلو خلاف فيد ونبدا نزيد فيه من جديد. إلي با براتيك من ناحيه، ومن ناحيه حابكم تاني تشوفوا الالغوريتم الاخر باسكو لامبليمونطاسيون تاعو الفهم تاعو ساهل. كي نقول لك مثلا جوست هزوا ان طابلو، طابلو ا كامل مثلا، وتبداو تنقصوا منه، وتبداو تنقصوا منه عنصر بعنصر، تقدروا تفهموها فاسيلمون. تقدروا تنقصوا منه العناصر اللي ما ينتميوش للبي مثلا، تقدروا تفهموها فاسيلمون. مي لامبليمونطاسيون تاعو فيها كيلكو استيوس، دونك نشوفوها مع بعضنا برك ان شاء الله. دونك بدلا من اني نبدا بان طابلو راح نخدم على دو طابلو برك لهنا، من بعد نلحقوا تروازيام طابلو مش مشكل. بدل ما اني نبدا ان طابلو فيد، نقول ريزولتا مثلا نبدا فيها الطابلو الاول، البارامتر الاول اللي هو زاد زيرو. دونك ريزولتا تاعي المفروض تكون فيها ال ا، لو كنقول له كونسول كنقول له لوغ ا، سوبريمي هذه لابارتي
المفروض يافيشي لي الطابلو هذا. باردون لو كان نقول له لوغ ريزولتا، المفروض يافيشي لي نفس المحتوى تاع الطابلو أ. نيكزيكوتي undefined deux fois ou voilà, deux fois normalement undefined واحدة بزاف معليش ما يهمش. intersection راح نمد له A et B برك باش نفهموا الالغوريثم بعد نلحق C. ورجع يكتب عندي فايند واحده برك. دركا البارامتر الثاني راح نلقاه في زد 1، دونك البارامتر الثاني اللي هو البي. واش راح ندير دركا؟ راح نقول لو ريزولتا تاعي راح نباركوريه ونشوف كل عنصر فيه لا ينتمي للزد 1. نقول فور، نقدر ندير فور ان ولا فور فور اوف. دونك انا قاعد نباركوري في العناصر تاع ريزولتا تاعي، دونك نقول اليمون اللي ينتمي بور شاك اليمون كاين اللي ينتمي الطابلو ريزولتا هذا. واش رايحين نديرو؟ راح نقولو له لكان ليليمون هذا، باردون، لكان ليليمون هذا ينتمي لزاد ان، دونك نقول لكان زاد ان اندكس اوف اليمون يختلف عن ناقص واحد، يختلف عن ناقص واحد، دونك سا سينيفي كو راه ينتمي، كيعود ينتمي من ناحية وهش. نشوفوه لكن لا ينتمي، نشوفوه لكن لا ينتمي، صح، لكن تساوي ناقص واحد. دونك هنا لازم لي نسوبريميه من الطابلو دو ريزولتا، الطابلو دو ريزولتا اللي فيه لي فالور تاع ا لازم نسوبريمي منه العناصر اللي ما تنتميش للزد ان. دونك كيف ما نسوبريمي لازم لي يكون عندي لانديس تاعو، مي انا خدم باللابوك الفور اوف اللي ما تبدليش لانديس، ندي العناصر برك. دونك باش ندي لانديس لازم نخدم بلابوكل فور ان كانو انديس دون ريزولتا. دونك لما يكون عندي لانديس وحاب نجبد القيمه نقولو شارشي على ريزولتا دو لانديس، باسكو عندي لانديس ما عنديش القيمه دركا، نجبد القيمه جوست عن طريقه نمد لانديس برك اونتر كروشي. دونك سي بون لا عندي لانديس. واش نقدر ندير دركا؟ نقدر نسوبريمي باستخدام ريزولتا بوان splice. splice واش نمد لها كوم بارامتر؟ منين نبدا نسوبريمي؟ دونك نبدا نسوبريمي من لانديس اللي وصلت له، وكومبيان دو فالور حاب نسوبريمي؟ واحد. هنايا يعني راح نهبط لكم شويه المورال، مي الكود هذايا غالط فيه دي بروبلام. لو كان اكزيكيوتي اما درت ريتورن برك، ريتورن ريزولتا لو كان اكزيكيوتي راح يرجع لي 9 تنتمي 9 صحيحه، يرجع لي 7 تنتمي صحيحه، يرجع لي 3 تنتمي صحيحه، بعد رجع لي تاني 6 والخمسة، ما رجعليش الزيرو، رجع لي 6 رجع لي 6 و 8 ما رجعليش الزيرو. وعلاه خلاها في الطابلو هذا؟ وعلاه ما سوبريماهاش حتى؟ تبعوا معايا مليح، قاعد نباركوري الطابلو مع بعضنا، تبعوا معايا مليح باش تفهموا واش قاعد يصرى لهنا. عندي 9 7 3 0 6 5 8 وعندي لانديس يبدا يساوي صفر، من بعد يولي واحد، من بعد يولي اثنين، من بعد يولي ثلاثة، من بعد يولي أربعة، من بعد يولي خمسة، من بعد يولي ستة، من بعد سبعة، لا يحبس في الستة، يحبس في الستة ما يحبسش في السبعة. اوكي دونك نبدا بلانديس يساوي صفر. لانديس يساوي صفر، هل ريزولتات لانديس ينتمي للطابلو بي؟ زاد ان هو بي يعني لهنا، نعم ينتمي. دونك ما ندير والو نفوتو لانديس يساوي واحد، دونك راني لهنا مع السبعة ينتمي، نعم ينتمي. لانديس يساوي اثنين، هل ثلاثة تنتمي؟ نعم تنتمي. لانديس يساوي ثلاثة، دونك راني في الصفر هادي، هل الصفر تنتمي ولا لا؟ ما تنتميش، نسوبريمي الصفر، مي اون ميم طون لا بوكل هادي تنكريمونتي لانديس وحدها، دونك راني رحت لانديس الرابع درك. دونك راني هنا ستة نسيتها وراني هنا مع الخمسة هادي.
هالخمسة تنتمي للطابلو بي، ما تنتميش، نسيبريميها هاي، هاي تسيبريمات. مي لانديس تاعي رجع خمسة، ليليمون الخامس ما كانش، ما من باركوري ما عنديش كيفاه سوبريمي، دونك راح يقعد لي الطابلو هذا فيه دي زيليمون اللي ما ينتميوش للطابلو بي ولا للطابلو زد ان، كيما نحبو نسميوه نسميوه زد ان باسكو بارامتر الفونكسيون، مي نحكي لكم على البي باش تفهموا القيم اللي قاعد نكومباري معاهم برك. دونك عندي 6 و 8 اللي ما ينتميوش للبي، مي خلاهم وعلا خلاهم باسكو فوتناهم لما نسوبريميو ان اليمون ونصوتيو ان ديس في نفس الوقت، لما نسوبريميو مثلا لما نسوبريمي الصفر ونصوتي في نفس الوقت لانديس سويفون، اي تولي 6 في بلاصه الصفر ولانديس سويفون يولي في الخمسه ما يوليش في السته. هذا هو المشكل اللي قاعد يصرى لهنا. دونك لازمني لابوك فور ان هذه اللي درتها باش نختصر لي ابارامون المفروض تسهل الخدمه، نحيها وندير بوك الوايل في بلاصتها. علاه ندير بوك الوايل؟ باسكو في لابوك الوايل انكريمونطاسيون ماشي اوتوماتيك، نقدر نشوف لكان العنصر ينتمي نسوبريميه وما ننكريمونتيش، لكان العنصر لا ينتمي ما نسوبريميهش وما ننكريمونتي. دونك هنا في بلاصه لابوك الفور هذه نقول له وايل نيسياليزي لانديس، نقول لات انديس ايغال زيرو مثلا، ابري نقول وايل انديس inférieur à la taille du résultat. Donc, tant que l'indice sera à quel terme la taille du résultat, donc le can résultat de indice la tentami le tableau Z, une supprimer l'ensemble de l'indice hadaya min résultat taille. Else indice بلس بلس اللي معناها انديس رسوا انديس بلس ان. دونك نكريمونتي فقط في حال ما لقيت العنصر اللي في الانديس اللي وصلت له ينتمي للطابلو اللي قاعد يعني نشارجي فيه، ودونك مش راح يتسوبريم. دونك ما نوقعش في الغلطه تاع نسوبريمي ونكريمونتي في نفس الوقت. اوك اف ال سيقدر يعتبرها انستركسيون، حتى مش لازم من في الحاله دي مش لازم لي زاكورادمي بدات تعقد شويه بالك، دوك نحطهم خير. فوالا النتيجه ولات مدهري صحيحه، نحط لي زاكولاد برك. دركا كيف ما نقلبوا يخدم نفس الشيء مع تروا بارامتر، باسكو دركا لو كان مدلو ا بي و سي راح يكومباري غير راح يشارجي غير في الا والبي برك، مش راح يوصل للسي. لهنا راه باسكو هنا قلت له اكسبليسيت نخدم لي مع زد ان، لازم نقلبو يخدم مع زد اي، ونقول هنا جوست فور لات اي يساوي واحد، اي اصغر تماما من زد لانث اي بلس بلس. علاه بديت من الواحد ومبديتش بالزيرو؟ باسكو زاد زيرو انيسياليزيت به ريزولتا، دونك زاد زيرو محطوط هو لا فالور انيسيال، وابري في كل طابلو القيم اللي نلقاوها ما ينتميوش لزاد زيرو سوبريميوم. مازالت كاين غلطة خلاف خفيفة من بعد نرجع لها. دونك كيما هكا ولا يكومباري ولا يحسب في الانترسيكسيون تاع لي تروا طابلو ولا حوسوا معايا على الغلطة ما قلت متقدروش تنعتوها لي. اوكي اي اه وي باسكو استخدمت اي في لابوكل هادي اي يبدا من واحد، المفروض النتيجة تكون سبعة لهنا، من المفروض النتيجة تكون سبعة. لهنا دوك نغلط الغلطات هذوما اللي ماجينيكم قاعدين تشوفوا فيهم وفقتوا لهم وما لقيتوش كيف تعطوهم لي في الفيديو باسكو مسجل على لافونس. دونك
هنا دروكا وليت عندي اون فونكسيون اللي نقدر نمدلها نامبورت كال نومبر دو تابلو وتحسب لي الانترسيكسيون تاعهم كل دونك تقدر دير لي الانترسيكسيون تاع نامبورت كال نومبر نامبورت كال نومبر دونسومبل. مازال عندي مشكل واحد برك سي كو الريزولتا تاعي هو نفسه كان ندير مثلا كونسول بوان لوغ ا في النهايه راح نلقى الا بعد في حد ذاته سوبريميت منه دي فالور الا حتى نلقى فيه سبعه برك. وعلاه باسكو حكينا على طابلو قبل يخدموا بالمبدا تاع لي بوينتور لما نقول ريزولتا سوا زاد زيرو زاد زيرو فيها نفس لي بوينتور بوينتور على نفس لاداس لي بوينتي فيها ا دونك ريزولتا دور كي بوينتي على نفس لاداس لي بوينتي فيها ال ا دونك لما نسوبريمي من ريزولتا كوم سي غان سوبريمي من ال ا alors que en pratique normalement لما نكتبوا دي فونكسيون sauf si la fonction elle est censée changer les paramètres تاعها ما نخليوهاش تبدل نورمالمون ما نخليوهاش تبدل المحتوى تاع الطابلو هذا. دونك من المفروض نكوبي البارامتر الاول في الريزولتا من بلا ما نخلي الريزولتات بوانتي في نفس الاندروا هذاك. دونك كيف نقدر ندير هذايا نقدر نديرها بالاوبيراتور دو بروباغاسيون اوكي ما هكا لهنا واش معناتها الطابلو هذا ما رانيش نهز في البوينتر تاعو مي قاعد نبروباجي في لي فالور تاعو كيما راهم ونحطهم في لا فاريابل اللي اسمها ريزولتا. دونك لا فاريابل اللي اسمها ريزولتا ماهي جوست ان بوينتر جديد في نفس لا زون ميموار اللي بوينتي فيها الا مي راهي بلوتو ان بوينتر اللي تينيسياليز وفيه دي فالور جدد اللي هما نفس لي فالور تاع الام محطوطين في زون ميموار جديد. دونك لما سوبريمي ريزولتا سان في با دير كي راح نسوبريمي من الام في نفس الوقت. دونك جوست ان ريمارك برك دونك جوست كي ما عنديش حاجه خلاف نزيدها او مثال عن بالي هذا مثال اكثر تعقيل من المثال السابق اني توجور نحاول ندير اكزرسيس ساهل وين تعلموا جوست تكتبوا لي فونكسيون برك اكزرسيس صعيب شويه نشوفوا فيها سيناريوهات مختلفه ونشوفوا فيه ثاني خصوصا لي زاستيوس ولي بروبلام لي جينيرالمون تعلموهم بار اكسبيريونس. دونك جيسبر كو لا فيديو هادي هيل فوزا بلو جيسبر كو فهمتوا فيها حوايج جدد وبرب ان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو الجايه باش نشوفوا ما فاهم نحبسوا لي زيكزارسيس دركا ونزيدو نشوفوا ما فاهم خلاف على لي فونكسيون توجور. الا بروشان باذن الله.